حسين عبد الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب ونشكر عائلة الفاقدين شعراء أجداء شعراء الفضاء العزيز، عائلة الفاقد حجوب الطيب وعائلة الفاقد. الموضوع ديالها حول التراث المادي والمادي المتقطع، يعني الجمعيه اسست مؤخرا من اجل الحفاظ على التراث المادي واللامادي في المنطقه ديال الطاطا بصفه عامه ومنشاط زاد بصفه خاصه، وعليها المكتب التنفيذي للجمعيه فكر انه ينظم هذا التظاهر هذا الندوه اللي كانت غتنظم على شكل مائده مستديره للموضوع ديالها كما شرت حول التراث المادي واللامادي. يعني كما كتعرفوا ان الاهداف ديال الجمعيه الهدف الاول انها كتحافظ على هذا التراث، وبالتالي يعني الموضوع يعني هاد الندوه غتعالج هذا الموضوع بصفه عامه، ويعني غتعالج السبل ويعني الطرق اللي ممكن اننا نسلكوهم باش اننا نحافظوا على الموروث اللي كتسخر بها المنطقه. السلام عليكم، تحيه للاصوات وتحيه كذلك الاخ رشيد وسعيد. يعني كنشكركم على الحضور ديالكم لهذه المناسبه ديال المائده المستديره حول التراث المادي ولا مادي بطاطا، تاريخ ورهان التنميه. كما هو معروف ان جمعيات واحات انتزاعات للتنميه ومحافظه على التراث اسست على اهداف تتجلى على حفاظ الموروث الثقافي المادي ولا المادي في المنطقه، وكذا ضخ روح جديده في العمل الجمعوي في الاقليم. باسم جمعية الجزائر للثقافة وفن والتراث الشعبية، نتمنى التوفيق إن شاء الله. أنت باسم الشباب دوار الجزائر إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله المزيد من أخطاء إن شاء الله من غزو قدام، ننتظر من خلالك الولد هاوينا، نتمنى إن شاء الله ونتمنى ان شاء الله نكون في رجل دداها تهم الله يجزيك بخير. نتواد هذه المحاضره رسالة من جمعيه واحد انتزارت التنميه والمحافظه على التراث تقا يتغن ندوات اللي بدات تنظم الجمعيات كذلك التسوكات. العنوان اللي سخطر راسك التراث المادي ولا مادي بطاطا تاريخ وذاكره، كان العنوان اللي بهرم قرن شكوك اللي تسمى بطاطا تيات المدن اللي تيوسانين المغرب انه تيوسان السياء كانت مدن تاريخيه، يعني دارت تيات قيمه تاريخيه. وكان مدخلا كي غندويا دارت تصرف في اسماء الاماكن منطقه بطاطا بعد اسماء الاماكن الدلاله التاريخيه القيمة التراثية أسماء الأماكن، بحكم أن الباحثين اللي كانت تبحث جانبا الجانب التوبونيمي الجانب أسماء الأماكن، لقيت فكرة المداخلة بالزين تصور في أسماء الأماكن، راه تسوق سير بعض النماذج أسماء الأماكن المنطقة هذا، وكان في خاصنا بعض التفسيرات اللي دارت العلاقة بالتاريخ التراثي.